رحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هنتكلم النهاردة عن البرد، نزلات البرد والزكام والأنفلونزا وكل الحاجات المصاحبة للشتاء. أول حاجة بالنسبة لولادنا اللي راجعين من المدرسة، أول حاجة بيعملوها بيغسلوا إيديهم على طول immediately أول ما يدخلوا، عمرهم ما بيفتكروا لوحدهم، لازم حد يفكرهم. فدي دي لك 90% ممكن نقول من أسباب المرض بتروح أول ما يغسلوا إيديهم بأي صابون، مش لازم صابون معقم ولا قاتل البكتيريا، أي صابون عادي بيقتل الفيروس أو البكتيريا، أي صابون. دي أول حاجة. تاني حاجة أكل الشتاء، أكل الشتاء يعني يستحسن والأفضل إن هو يكون شربات. معظم يعني أكلنا في الشتاء بيكون لازم فيه طبق شوربة سخنة حلوة كده فيها كل الخضار الشتوي اللي موجود في الموسم ده، زي البطاطس، الجزر بكل أنواعه، ممكن نحط كمان الكرنب، الكرنب حلو قوي، السيلري اللي هو الكرفس حلو جدا، كل ده بيتحط في الشوربة. في كمان القلقاس، ده دي أكلة تانية لوحدها، فكل ده حلو قوي. بعد ما بنعمل الشوربة اولموست هنطفي عليها، يعني بنحط كركم كتير فريش طبعا اللي احنا او اللي احنا طحنينه يعني، وعارفين ان هو كركم حلو اصلي، شوية فلفل اسود، بنقفل عليها. وبعدين بعد ما قفلنا بنحط الجينجر اللي هو الزنجبيل، ده حلو جدا عشان الوقاية من البرد. بنبشره وبنحطه، بنحط عائل ممكن توم او تومتين زي ما انتوا حابين، يعني بدعوا في الشوربة ان شاء الله. لما ندخل المطبخ هنبدع مع بعض ونعمل كل الحاجات دي ان شاء الله. طيب ده الوقاية. لو حصل بقى وحد خد دور برد، ايه اللي هنعمله؟ اول حاجة اللي عاوز يتعالج من دور البرد او انفلونزا او اي حاجة من غير ما ياخد انتي بايوتيك ولا يروح لدكتور ولا يوصل لمرحلة انه يسخن كمان ان شاء الله، انه مع اول عرض من اعراض البرد عطسة واحدة بس، حس تعب في الجسم اول ما نحس بيه، بنبدأ على طول بالحاجات الطبيعية بتشتغل very good. لو انا اتأخرت يوم ونزل على زوري هتشتغل ان شاء الله، most of the time بتشتغل، بس ساعات بيكون دور قوي قوي فهياخد وقت جامد قوي. فاللي عاوز يتعالج بسرعة وما يزيدش معاه ويتطور وينزل ويوصل للرئة ويبقى كحة او اكتر من كده، او يطلع على الودان، فيبدأ من الاول خالص، سبيشالي مع الولاد. يعني اول ما بتحس ان هم مش هم دول، في تغيير، اي نوع من التغيير، تعبانين، ناموا في وقت مش النوم بتاعهم، على طول بديهم الحاجات الطبيعية. ايه الحاجة الطبيعية الرائعة اللي بتحل كل مشاكل البرد ان شاء الله و100%؟ انا حطيته في كوباية عشان يبان اللون العظيم ده، زيت حبة البركة. الزيت ده رائع رائع رائع، بس الزيت هو مركز لحبة البركة، يعني قوي قوي وتركيزه، يعني الحبة هي قوية أصلا، فالزيت بتاعها لو هو زيت حقيقي وأصلي 100% ومش متفلتر فبيكون قوي جدا. فنص معلقة منه أو معلقة شاي صغيرة بتشتغل حلوة قوي، وباخده وقت المرض، ما باخدهوش كل يوم عشان يقوي المناعة، هو مش أكل. اللي ممكن اخده كل يوم مثلا، حتى فيش حاجة ممكن اخدها كل يوم، ممكن العسل يعني، بس طبعا كمان لازم يكون مضمون وحلو، ومش لازم كل يوم، بس الجينجر بس برضو مش كل يوم. بس الزيت حبة البركة هو دواء مش غذاء، يعني في حاجات هي غذاء ودواء فممكن ناخدها كتير فمش مشكلة، بس دواء يعني يفضل ويستحسن وقت المرض، يعني 3 4 ايام، اسبوع، 5 ايام بالكتير قوي وخلاص، بعد كده بوقفه. ازاي بناخده؟ اهم حاجة لما عينا اهو حسينا، بناخد معلقة شاي صغيرة بعد كده قبل النوم. المعلقة اللي قبل النوم دي بتشيل 99% من المرض ان شاء الله، ومجربة و100%. انا بقول لكم على حاجة جربناها for 18 years، يعني كان في ولاد من ولاد صحابي كانوا بياخدوا انتي بايوتيك مرتين في الشهر من كتر العيا اللي كان على طول دور برد، احتقان في الزور، الودان وفيها انفكشن على طول، مرضى بعد الزيت ده تقريبا ما بقوش ياخدوا مثلا for years، يعني مثلا 2 3 سنين عبال ما مرة هي الموضوع اتطور معاه وخد له انتي بايوتيك، غير كده لا، اللي هو المضادات الحيوية. فالزيت معلقة زيت قبل النوم، لأن البكتيريا بتنشط وقت الليل، وبنصحى الصبح بأضعاف كمية البكتيريا اللي كانت في جسمنا أو الفيروس أو whatever إيه اللي سبب المرض.
فلو اخدنا معلقه بالليل حلوه قوي. بعدين لما نصحى معلقه شاي صغيره، معلقه شاي صغيره من زيت حبه البركه، ممكن نحط معاها عسل، بس بتاعه الليل افضل انها تتاخد كده قويه زي ما هي، او اللي مش هيقدر عليها ممكن يحط معاها عسل بس وخلاص، that's it. ممكن اكل بعدها بنص ساعه، هي يعني العسل مع الزيت او الزيت لوحده ممكن نص ساعه ويوصل للدم ويعمل مفعول ان شاء الله. بعد كده ممكن بقى تفطروا فطار خفيف. المريض يعني كان في حد بيقول لا بس كله بيض وكله ما اعرفش ايه مع العيا والكلام ده، مش موضوع ان البيض هيعي ولا السمك هيعينا زياده، الموضوع ان انا وانا مريضه الجسم ما بيتحملش عبء الاكل الكتير والبروتين في الهضم. فلما المعده بتبقى مليانه بالاكل التقيل المناعه بتنزل، فانا عشان اخلي جسمي فايق والمناعه بتاعتي شغاله عشان يهاجم الميكروب او الفيروس اللي عندي، مش لازم املى معدتي بفود تقيل. انا مش هيجرالنا اي حاجه لو قعدنا 5 ديز بناكل شوربه خفيفه، والله هتبقى صحتنا احسن كتير والمرض هياخد وقت اقل ويخلص. فمريضه ما بياكلش يعني دي رحمه من ربنا، عشان جسمنا مش هيتحمل عبء الهضم مع ان هو يقاوم المرض. فالاطفال اللي عيانين بنديهم حاجات خفيفه، شوربه is very good، حتى لو شوربه بس كده بتاعت تشيكن ولا لحمه ولا اي حاجه خفيفه مع ليمون حلوه قوي. بعدين بعد كده بقى لما يخفوا ياكلوا كل نفسهم البيض السمك كل اللي انتوا عاوزينه، فان شاء الله.